معالي السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، أصحاب المعالي ضيوف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، البرلمانيون الشباب، الحضور الكريم، أهلا بكم في أرض السلام، المحبة، التسامح. أهلا بكم جميعا في مصر، في مدينة شرم الشيخ، حاضنة الشباب وملتقاهم، فهي المدينة الأكثر استقبالاً للفعاليات الشبابية العالمية. فبعد استضافتها لأربع نسخ من منتدى شباب العالم، تعود شرم الشيخ لاستضافة النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب تحت رعاية فخامة السيد الرئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي. Ladies and gentlemen, welcome to the 8th Global Conference of Young Parliamentarians hosted by the City of Peace, Sharm el-Sheikh. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 8e Conférence mondiale des jeunes parlementaires accueillie par la ville de la paix, Sharm el-Sheikh. هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من صناع القرار البرلماني من جميع أنحاء العالم، وهو ما يبرهن على إرادة صادقة من الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لخلق حالة تفاعلية من الحوار بين الشباب بجميع أطيافهم، خاصة شباب البرلمانيين. هذا الحوار الذي تؤمن الدولة المصرية أنه كفيل بتحريك المياه الراكدة في مواجهة جميع القضايا والتحديات العالمية في وقت تعصف العديد من الأزمات باستقرار العالم وأمنه، وفي مقدمتها قضية تغير المناخ بتداعياتها القاسية على مقدرات كوكب الأرض. المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في نسخته الثامنة يشهد ولأول مرة تنظيم مصر مؤتمراً برلمانياً منفصلاً حول قضية تغير المناخ قبل أشهر من استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. تنظيم هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية للشباب وخاصة شباب البرلمانيين لصياغة حلول تبعث الأمل في نفوس شعوب العالم. السيدات والسادة، أنظار العالم تتجه نحوكم، وشعوب العالم تنتظر منكم الكثير. والآن مع الكلمة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، ويلقيها معالي السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، فليتفضل. معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب المعالي البرلمانيين الشباب، السيدات والسادة الحضور، أود في مستهل النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب أن أعرب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء البرلمان المصري والشعب المصري عن ترحيبنا بكم في مدينة السلام شرم الشيخ بأرض السلام مصر، حيث نعتز باستضافتنا لأعمال هذا المحفل البرلماني العالمي المرموق والذي يمثل بحق محفل صناعة المستقبل. فأنتم نواب البرلمانات الشباب صناع قرار الغد وحاملي لواء العمل البرلماني العالمي، والأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة
في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات. الحضور الكريم، إن أهمية انعقاد أعمال هذا المؤتمر تأتي من فداحة التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وتؤثر على مستقبله، والتي تحتم علينا إشراك الشباب، خاصة شباب البرلمانيين، عبر إيجاد آلات تفاعلية وحوار مستدام بينهم، حيث لم يعد تمكين الشباب قضية اختيارية، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها مقتضيات الواقع العالمي وتحدياته. ولعل ما يمر به العالم هو ما مثل الحافز الرئيسي الذي جعل مجلس النواب المصري حريصاً على استضافة أعمال هذا المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يأتي في إطار الرؤية المصرية الطموحة تجاه ضرورة تمكين الشباب في مختلف دوائر ومستويات صنع القرار. وهو ما انعكس على مستويات تمثيل الشباب المصري في دوائر صنع القرار التنفيذية والتشريعية، إيماناً من الدولة المصرية بأن هناك ضرورة ملحة وقصوى لإتاحة الفرصة للشباب للاشتباك والتعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا والتحديات على الأصعدة الوطنية والعالمية، مما جعل مصر تحرص كل الحرص على تدشين المحافل الشبابية العالمية مثل منتدى شباب العالم، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في كل عام، انطلاقاً من الرؤية المصرية التي تستند على أن تلك المحافل والمنصات العالمية إنما تمثل أيضاً أرضاً خصبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية. السيدات والسادة الحضور، تفرض قضية تغير المناخ نفسها بقوة على الساحة العالمية بوصفها تحدياً استثنائياً وخطيراً متعدد الأبعاد والتداعيات السلبية. فالآن لا صوت يعلو فوق صوت إنقاذ كوكبنا من ذلك الخطر المحدق، والذي يشكل بحق تحدياً وجودياً يهدد حاضرنا ومستقبلنا، وهما يحتم علينا التصدي السريع والحاسم لتلك الظاهرة التي أضحت مواجهتها ضرورة إلزامية تفرضها تداعياتها البالغة السوء على أرجاء عالمنا بأسره، والذي يتعين علينا جميعاً التكاتف والتحلي بالمسؤولية لمكافحته بما يترتب عليه من ضغوط على النظام الأيكولوجي تسببت في آثار كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية، والتي بدورها أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فضلاً عن زيادة موجات النزوح جراء تلك التداعيات الجسيمة لظاهرة تغير المناخ. وهما يحتم على المجتمع الدولي بذل جهود حثيثة والتحلي بإرادة جادة وصادقة لمجابهة تلك الظاهرة عبر الحد من الانبعاثات باعتباره هدفاً عالمياً من أجل إنقاذ العالم من أخطار تغير المناخ. الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء، لقد وضعت الدولة المصرية نصب أعينها اهتماماً خاصاً بقضية تغير المناخ باعتباره خطراً عالمياً محدقاً، مما جعل الخطاب المصري تجاه تلك الظاهرة في مختلف المحافل العالمية يرتكز بالأساس
على إرساء مبدأ المسؤولية المشتركة لدول العالم في إنقاذ كوكب الأرض، فحرصت الدولة المصرية على مراعاة قضية تغير المناخ عند وضع سياساتها على كافة الأصعدة والمستويات، عبر رؤية وطنية شاملة تمثلت في إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تسعى لتحقيق أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة وتعظيم كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في هذا المجال. وعلى الصعيد الدولي، حرصت مصر على الانخراط في الجهود الدولية والتي تستهدف مجابهة التغيرات المناخية، حيث ترتكز الرؤية المصرية في هذا الإطار على المسؤولية المشتركة لكافة الدول في مواجهة آثار التغيرات المناخية والسعي للحد منها والتكيف معها. مع تفاوت الأعباء المترتبة على ذلك بين الدول المتقدمة والدول النامية، كما يأتي استضافة مصر لأعمال هذا المؤتمر ووضعها قضية تغير المناخ على جدول أعماله، والذي يأتي قبل أشهر من استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ليبرهن على حرص مجلس النواب المصري على بلورة جهود برلمانية عالمية في مواجهة تلك الظاهرة للضغط على الحكومات من أجل تسريع وتيرة المواجهة النوعية والجادة لتلك الظاهرة الخطيرة، وهو ما يرسل رسالة مصرية واضحة لا لبس فيها أن هناك ضرورة ملحة وقصوى لمواجهة تلك الظاهرة العالمية على كافة الأصعدة والمستويات التنفيذية والتشريعية من أجل إنقاذ عالمنا من الأخطار الجسيمة التي تشكلها التداعيات السلبية لتلك الظاهرة. السيدات والسادة الحضور، في الختام فإنني أدعوكم جميعاً، وأنتم أمل العالم وأنتم صفوة شبابه، أدعوكم إلى التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة وغيرها من التحديات التي يشهدها عالمنا المعاصر، فشعوبكم التي آمنت بكم وجعلتكم منبراً لها وصوتاً مدافعاً عن حقوقها تنتظر منكم الكثير، فكونوا على قدر تلك الأمانة العظيمة واحملوا آمال شعوبكم وخففوا عنهم آلامهم، فأنتم قادة المستقبل وصناع قراره. وإذ أتمنى لأعمال المؤتمر كل التوفيق والسداد، ولشعوبنا جميعاً الأمان والسلام والرخاء. أشكركم شكراً جزيلاً على حسن الاستماع. شكراً معالي السيد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. والآن أدعو معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لإلقاء كلمته، فليتفضل.
Honorable Dr. Hanafi. دكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري. السيدة رئيسة منتدى شباب البرلمان، السيدات والسادة، نحن جميعنا ممثلي مجالس النواب، إذن نحن جميعنا زملاء، نحن نمثل شعوب العالم، نحن نمثل الشباب وشعوبنا الذين انتخبونا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم. أصحاب المعالي والسادة الحضور الكريم، أنني أود أن أعرب عن امتناني وأن أرحب بكم في مستهل حفل المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي بهذا العام بمصر. أود أن أرسل رسالة شكر للسادة ممثلي مجلس النواب المصري، وللسيد رئيس مجلس النواب المصري، ولرئيسة منتدى البرلمان الشبابي، لأنكم أنتم تمثلون الالتزام الأمثل. لم تألوا جهدا في حشد جهودكم وأعمالكم، وأن تقدموا كل ما لديكم حتى ترسلوا رسائل سلام للجميع حتى يأتوا هنا إلى أرض السلام بمصر. شكرا جزيلا على التزاماتكم وعلى جهودكم وعلى حشد جهود فرقكم، لأنه نجاح هذه الفاعلية تمثل المزيد، وهذا أيضا يعد نجاحا لعملكم. لذلك جزيل الشكر على دعوتكم الطيبة. اسمحوا لي أن أقول أيضا أنني أود أن أعبر عن جزيل الشكر لكل شباب البرلمان الممثلين لشتى بقاع الأرض. إنه لفخر أن أكون معكم اليوم، وأيضا وجودكم يعني أنكم تلتزمون وتوفون بتعهداتكم، وأن تعملون معا جنبا إلى جنب لوجد حلول لحل مشاكل التي نواجهها بكوكبنا كوكب الأرض. أنا أفهم مليا ما تعنيه أعمالكم كممثلي لشباب البرلمان. كما تعلمون أنني تم انتخابي للمرة الأولى بالبرلمان البرتغالي عندما كنت أبلغ من العمر 25 عاما، حوالي عامين أو أربعة، لا في الحقيقة بل عقدين مضوا. وأستطيع أن أتذكر جليا أنه عندما كنت أبلغ 25 عاما، عندما أتيت للمرة الأولى بمجلس النواب وكنت أجلس مع كل أعضاء الشيوخ لبرلمان البرتغالي، كنت أشعر أنني صغير جدا هذا الوقت، ولكن الطاقة والحماس التي تمنيت أن أحظى بها للمسؤولين والسياسيين، وإيماني إلى أن إرادة الأفراد من شأنها أن تحقق إنجازاً وتحقق تغييراً ملموساً، وأننا نستطيع أن نعمل لنحظى بمستقبل أكثر ازدهاراً من أجل شعوبنا. وهذا ربما ما تشعرون به أنتم أيضاً، أنتم محظوظون لأنكم ولأن كثير من الناخبين يعتمدون عليكم ويؤمنون بكم ويؤمنون أن مستقبلهم في أيديكم. لذلك لابد ألا تألوا جهدا. وطبعا على شباب البرلمان أن يعلموا أنهم أساس مجتمعاتنا. إذا لم تستمروا في العمل، إذا لم تقرروا وتتخذوا القرار على أن تعملوا يوما بعد يوم، أن تتعاملوا بطريقة مثلى من أجل صالح شعوبنا، لن تكونوا ناجحين. لابد أن تؤمنوا بذلك، ولابد أن تعملوا لتحقيق ذلك. ولهذا إنه لمن دواعي سروري أن أراكم هنا جميعاً في هذا الحشد بهذه الفعالية، لأن نفهم أننا نتحدث مع قادة المستقبل
لعالمنا، وأن ما تقرنونه اليوم وماذا سوف تقررونه في الغد يلعب دورا هاما وسوف يكون هاما لوضع أسس العالم بالمستقبل. لذلك أشكركم جزيل الشكر على التزامكم بالسياسات لرفاهية شعوبنا ومجتمعاتنا ولمحاولتكم لإيجاد حلول لحل المشاكل التي نواجهها بدولنا وأيضا لحل المشاكل التي نشهدها بالعالم بأسره. وكما تعلمون تستطيع أن تؤمنوا كل الإيمان بالاتحاد البرلماني الدولي أننا دائما سنكون معكم ونعمل معكم ونقف بجانبكم، لأنني أفهم مليا أننا جميعنا مؤسسة واحدة، لدينا أفراد ربما يبلغوا 30 من العمر ولكننا لا نفكر فيما مضى، نحن نفكر فيما هو قادم، ولذلك لابد أن نعمل كتفا إلى كتف مع شباب البرلمانيين. ودعوني أقول الحضور الكريم أن ما نتناوله هذا العام بمدينة شرم الشيخ بما يتعامل ويعالج قضية تغير المناخ وكيفية الدور الذي يلعبه الشباب البرلمانيين أن يكون له دورا محوريا في ذلك. نحن نعلم إلى أن المشكلة هي مشكلة حقيقية، ونعلم جيدا أن هناك بالفعل تم تقديم عدد من الحلول وعدد من الخطوات من جانب حكوماتنا، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة. وهذا يعني أننا ما زال لدينا الكثير لنقدمه، نحتاج إلى أن نقدم أكثر من ذلك، وإلا سوف نتناقش في مدينة شرم الشيخ في قضايا أخرى وليست قضية شرم الشيخ. إذا كنا هنا لنتناقش في قضية شرم الشيخ وحول إفاء الحكومات والمسؤولين بالتعهد بتنفيذ خططهم في مواجهة هذه المشكلة، إذن هذا يعني إلى أن ما قدمناه حتى هذه اللحظة ما زال غير كافيا، ونحن على علم بذلك. نحن نعلم جيدا لأننا ما زلنا نرى هذه الفيضانات التي تحدث في كل مكان وحرائق الغابات التي نشهدها بأركان مختلفة من العالم. نحن نفهم كيف أن الأحوال الجوية مختلفة والعواصف الجوية القوية التي تعصف بأرواح الشعوب ببقاع مختلفة من الأرض. نحن نعلم أن هناك صعوبة بالغة إلى أن نعيش كما كان يعيش الشعوب الأصليون بالعالم. نحن نفهم إلى أن قضية الاحتباس الحراري تؤثر بالجزر الصغيرة لمنطقة الباسيفيك التي ربما قد تختفي في المستقبل. نحن نعلم إلى أن الفقر يتزايد نتيجة لتداعيات المناخ، ونحن نفهم أنه نتيجة لذلك أيضا هناك تزايد في عدم المساواة. ولذلك نحن نود أن نعمل معا وأن نحشد جهودنا حتى نرى ماذا علينا أن نقدمه، ماذا يجب أن نفعله، دون فقط أن نكثر في الثرثرة وفي الحديث، ولكن لابد أن نتخذ خطوات حاسمة وقوية لنحدث تغييرا ملموسا على الأرض. واسمحوا لي أن أقول السيدات والسادة أنكم أنتم أعضاء البرلمان، إذن أنتم لديكم السلطات بأيديكم ولديكم سلطات مختلفة، لديكم السلطات التشريعية، لديكم هذه السلطات تمكنكم من سن بيئة تشريعية التي تكون أكثر صداقة للبيئة والتي من شأنها أن تعاقب الشركات أو الجهات أو الحكومات التي لا تفي
بالتزاماتها لمواجهة تغير المناخ. لديكم أيضا السلطات المالية والميزانيات التي تمكنكم من أن تفكروا كيف لكم أن تخصصوا هذه الميزانيات بشكل فعال لمواجهة هذه الأزمة الخاصة بتغير المناخ. يمكنكم أن تقدموا الدعم للبرامج التعليمية، لأننا نحتاج إلى أن نرسي قواعد التغيير من أطفالنا حتى نحدث تغييرا ملموسا، لأننا إذا كنا نؤمن، وكما دائما كنا نقول، أننا لابد أن نجد حلولا مختلفة بحشد كافة الفئات حتى نرى تغييرا واقعيا. إذا لديكم السلطات، وطبعا هذه السلطات التي لديكم وهذه الأدوات التي لديكم لابد أن أن تعلمكم إلى أننا نحتاج إلى استخدام أمثل حتى نرى واقعا مختلفا. لابد أن نقوم بمشاركة أفضل الممارسات وأن نفهم أهمية الدور البرلماني وما هي آثار تأثيرنا على مجتمعاتنا كقادة كممثلي للبرلمان، لأنه وكما تعلمون أنا أؤمن إلى أن الشباب لديهم متابعين أكثر من أسلافهم، لذلك يمكنكم أن تؤثروا على الكثير من صغار الشباب وتلهموهم بطريقة فعالة، وبهذه الطريقة يمكنكم أن تعبروا عن الشباب والأفراد الذين تمثلونهم أنكم ملتزمون ومتعهدون ببذل المساعي لإيجاد حلول لمجابهة المشكلات. ولذلك أنا سعيد جدا لكوني معكم، لأنني أؤمن أن شباب البرلمانيين لابد أن يتحلوا بمزيد من الحماس والطاقة والجاهزية لاتخاذ خطوات حاسمة ولتقديم حلول جذرية. هذا ما نحتاج إليه وما نصب إليه. نحن ما زال لم يزل لدينا وقت حتى نستمر في هذا الصراع مع التغير المناخي. مستقبل عالمنا في أيديكم، لذلك نحن نعقد هذا المؤتمر الهام لتناول هذه القضية، وسوف أنتظر أن أحظى بتوصيات ومخرجات جلساتكم بهذه الفاعلية، وسوف أنتظر أيضا العمل الذي ستقدمونه حتى بعد انعقاد هذا المؤتمر، وأنا أؤمن أننا بهذه الطريقة سوف نعيش بمجتمعات أفضل ومستقبل أفضل. شكرا على حسن الاستماع. Thank you so much, Mr. Duarte Pacheco, IPU President. والآن نرحب بالسيدة النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، لإلقاء كلمتها، فلنرحب بها. Mr. Speaker of the Egyptian House of Representatives, Mr. President of the IPU, الاتحاد البرلماني الدولي، الضيوف الكرام، أعزائي النواب الشباب، صباح الخير، أحييكم باللغات الأربعة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي. أود أن أحييكم أيضا باللغة الأقرب إلى قلبي وهي اللغة المصرية القديمة. يشرفني اليوم أن أرحب بكم في بلدي الأم في ندوة المؤتمر العالمي الثامن لشباب البرلمانيين. هذا يوم مميز بالنسبة لي، أولا بصفتي نائبة برلمانية شابة من مصر،
يسعدني أن أشعر بالامتنان لأن بلدي هي أول بلد في المنطقة العربية تستضيف مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي. ولم يكن ليتحقق هذا لولا الدعم الهائل من رئيس جمهوريتنا السيد عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري المحترم الدكتور حنفي جبالي. وثانيا كرئيس لمنتدى شباب البرلمانيين يسعدني كثيرا أن هذا المؤتمر سيوجه أصواتنا إلى كوب 27 الذي سيعقد هنا في شرم الشيخ. الزملاء والأصدقاء، إن تغير المناخ هو تحد عالمي غير مسبوق لا يعترف بالحدود، وسواء كنا مسؤولين عن الانبعاثات من عدمه فهذا سيؤثر علينا جميعا. إن تغير المناخ يغير عالمنا فهو تهديد للسلام والاستقرار، وهو خطر يهدد بلدان ذات الأراضي منخفضة وسيؤدي لتشريد الناس وتدمير سبل العيش. ما أخذنا ذلك في الاعتبار، نحن ما زلنا نشهد نقصا في الالتزام من العديد من البلدان تجاه التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، ونقصا واضحا من عديد من الدول بشأن التزاماتها المالية المتعلقة بذلك. نحن شباب البرلمانيين لدينا منصتنا، وهي منصة منتدى شباب البرلمانيين الذي يمكننا الدعوة من خلاله لمواصلة سن القوانين واللوائح الخاصة بتغير المناخ ولضمان وفاء الحكومات بالتزاماتها بتوفير حلول مستدامة تجاه تغير المناخ. لا أود أن أكون نذيرا للشؤم، ولكن وقت الكلام قد انتهى. وقبل كل شيء يجب أن نأخذ في الاعتبار أن إذا ما فشلنا في جهودنا فليس أماننا كوكب آخر لنعيش فيه. شكرا لكم. الآن سأترككم مع الفيديو الخاص بالجلسة الافتتاحية. فاكرين فيروس كورونا اللي العالم عاش بسببه في حالة رعب، تباعد اجتماعي، لقاحات وأدوية؟ البشرية كلها كان هدفها البقاء، بقاء على أرض مهددة بالفناء. والنهاردة بعد تجاوز أزمة كورونا نسينا الخطر ورجعوا البشر لنفس التصرفات. نسبة الغازات زادت لأعلى درجتها من 4 مليون سنة. درجة الحرارة زادت بنسبة 85 من 100 درجة، أعلى من متوسط القرن اللي فات. ولو الوضع فضل زي ما هو، ارتفاع الحرارة هيوصل ل 3.2 درجة في 2050، وده بيهدد باختفاء 18% من الاقتصاد الأساسي العالمي. ووقتها مش هيبقى في حل يعوض الخسائر دي كلها. علشان كده النهاردة بنسأل إيه الحل؟ الحلول إننا بدأنا نتبع مبدأ المسؤولية المشتركة، بمعنى إن الدول المتقدمة تقدر تدعم الدول النامية، وده المبدأ اللي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قضية تغير المناخ. وفي 2015 اتفاقية باريس للمناخ حطت خطة طويلة الأمد تستمر لحد ما نخلي الوضع في 2050 مختلف عن التوقعات. تغيير تكنولوجي والتحول إلى الطاقة النظيفة وزيادة المساحات الزراعية. وفي مؤتمر جلاسكو للمناخ 2021 ظهر التكاتف بين كل دول العالم عن طريق تقديم استراتيجيات وطنية في مختلف الدول لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومصر كانت من أوائل الدول اللي أخذت الخطوة،
فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لمواكبة التوجه العالمي لتغير المناخ، واللي ليها خمس محاور رئيسية: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ. التكيف مع التغيرات المناخية المختلفة بأولوية لمصر، وده لأن تغير المناخ بيأثر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية وبيؤدي لنتائج سلبية زي ارتفاع مستوى البحر والتصحر. وعلشان كده الاستراتيجية المصرية للتنمية حددت أهداف واضحة زي التخلص التدريجي من الوقود الحفري بكل أنواعه، وكمان ترشيد استخدامات المياه، وكمان الانضمام لعدد من المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات. الخطوات السريعة دي أهلت مصر إنها تكون الدولة المنظمة لمؤتمر المناخ 27 لعام 2022 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وده بسبب اتخاذها خطوات واقعية لإيجاد حل لأزمة المناخ زي الاتجاه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وامتلاكها الأكبر مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، واللي بيأهل مصر علشان تكون واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج الطاقة النظيفة. ومصر كمان بتنظم المؤتمر البرلماني اللي بيناقش قضية تغير المناخ بشكل مفصل، وبيعتمد في ده على تمكين رؤية الشباب اللي بنأمن لهم مستقبل مناخي مختلف، وده مجرد جزء من الرؤية المصرية الشاملة. الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي موجود على الأرض اللي ممكن يدمر بس ممكن كمان يصلح. أدعو السيد السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية نيابة عن السيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية لإلقاء كلمته. معالي السيد المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، السيدة سحر البدار رئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي، السيدات والسادة الحضور، يسعدني بداية أن أتوجه بالشكر والتهنئة إلى مجلس النواب وإلى الاتحاد البرلماني الدولي على رعاية وتنظيم المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي للشباب البرلمانيين، الذي يوفر فرصة ومنصة هامة لإبراز دور وأصوات ومساهمات شباب البرلمانيين تجاه العديد من القضايا والتحديات المعاصرة. كما أود أن أنقل لكم تحيات السيد سامح شكري وزير الخارجية الذي كان يود حضور المؤتمر اليوم، إلا أن ارتباطات طارئة استلزمت وجوده في القاهرة. وفيما يلي كلمة السيد وزير الخارجية: أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي أن أعرب لجمعكم الكريم عن تقديري بصفتي الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، لاختيار مؤتمركم لقضية تغير المناخ كقضية رئيسية لمناقشات هذا المؤتمر، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة على ضوء قرب موعد انعقاد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الذي تستضيفه مصر باسم الدول الأفريقية هنا في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، من المؤسف
أن المجتمع الدولي لا يسير على الطريق الصحيح في معالجة أزمة المناخ المتصاعدة، خاصة وأن فرصة تصحيح المسار قد تتراجع بشكل ملموس في حالة عدم الإقدام على المزيد من العمل الجاد والفوري والفعال وعلى نطاق واسع، وهو ما أيدته التقارير العلمية وأهمها تلك الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC، حيث أوضحت هذه التقارير أن الآثار السلبية المقترنة بتغير المناخ باتت حقيقة واقعة تلقي بظلالها السلبية بأشكال ودرجات مختلفة على جميع مناطق العالم وكافة قطاعات الاقتصاد وحياة المجتمعات، وتتحول هذه الآثار بشكل متدرج إلى سلسلة من الخسائر والأضرار المادية وغير المادية التي تزيد من العقبات أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم النامي. وفي هذا السياق أكدت التقارير العلمية وفقاً لأحدث التقديرات إن الجهد العالمي المبذول في المرحلة الحالية غير كافي لإدراك هدف اتفاق باريس بعدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين، وفي نفس الوقت العمل على الحفاظ على هدف الدرجة والنصف في المتناول. وبالتوازي مع ذلك تستمر الدول النامية في مواجهة تحديات وعقبات كبيرة تحول دون نفاذها بشكل فعال ومرن وكاف إلى التمويل لتنفيذ جهودها في تحقيق أهداف اتفاقية الدول الأطراف واتفاق باريس، وعلى رأسها مصادر التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بما يتسق مع مبادئ الاتفاقية، ومنها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة ومبدأ التكافؤ وفقاً لظروف كل دولة وحالتها التنموية. الحضور الكريم، تشاركونني الرأي في أن التحرك على النحو المأمول لتحقيق هذه النقلة النوعية في العمل المناخي بعد مؤتمر جلاسكو وقبل وخلال مؤتمر شرم الشيخ تحيط به متغيرات دولية بالغة الصعوبة، وفي ظل تحديات جيوسياسية دقيقة وذات تبعات سلبية واسعة على أمن الغذاء وأمن الطاقة، فضلاً عما فرضته جائحة كورونا من ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية لا نزال في مرحلة التعافي منها، وهو الأمر الذي يستدعي في أكثر من أي وقت سابق بذل المديد من الجهد في شرم الشيخ لتجديد الالتزام بقضية العمل المناخي وتنشيط الدبلوماسية متعددة الأطراف بشكل يعكس الإيمان والثقة بقيمة التعاون الدولي والتضامن بين الدول والشعوب من أجل المصلحة المشتركة في الحفاظ على كوكب الأرض ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة. ولعل في تزامن مؤتمر شرم الشيخ مع الذكرى 30 لاعتماد الاتفاقية الإطارية فرصة لمراجعة ما تحقق وما لم يتحقق مما قطعته الدول الأطراف من التزامات لا ينبغي أن يحاد عنها. أصحاب المعالي السيدات والسادة، اختار الجانب المصري مسألة تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية كعنوان عريض لاستضافته ورئاسته لمؤتمر الأطراف، وذلك انطلاقاً من الحرص على البناء على الحراك الفاعل الذي شهده مؤتمر جلاسكو الأخير، وكذا وصول المجتمع الدولي بعد سنوات من المفاوضات إلى توافق حول كافة السبل المطلوبة لتفعيل اتفاق باريس بشكل كامل والانتقال لمرحلة التنفيذ العملي والحقيقي على الأرض. واتصالاً بذلك، فإن الرئاسة المصرية للمؤتمر كما سبق وأكدت في أكثر من مناسبة تدرك أن الحديث عن تنفيذ الالتزامات والانتقال
إلى مرحلة التنفيذ التعهدات يقترن بصفة أساسية بإجراء حوار متعمق وتفاعلي وجاد مع ممثلي كافة الأطراف غير الحكومية صاحبة المصلحة والمعنية والمتأثرة بالأزمة المناخية الحالية، وفي قلب الحديث عن الحوار مع كافة الشركاء خارج النطاق الحكومي يأتي دور الشباب الذي يمثل النسبة الأكبر من سكان كوكبنا، وكذا يأتي دور البرلمانيين بما لهم من دور أساسي في دفع الأجندة المناخية على المستويات المحلية والوطنية والقارية والدولية. ومن ثم فإن هذا المؤتمر يعد نقطة تماس وتلاقي بين الفئتين، ويسهم في إبراز القدرة والإسهام المضاعف للشباب البرلمانيين في تحريك الجهد العالمي لمواجهة الأزمة المناخية عبر أنشطة التخفيف ووقف الانبعاثات وبلورة وتنفيذ أجندة تحولية للتكيف والصمود وتوفير التمويل المناسب والقادر على تمكين الدول النامية من التنفيذ ورفع الطموح المناخي، بما في ذلك عبر الهدف الكمي الجديد لتمويل المناخ، وهي جميعها عناصر رئيسية في رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر المقبل في شرم الشيخ. وفي هذا السياق فإن لشباب البرلمانيين قدرة فريدة على نقل وتضمين نطاق واسع من الأصوات ووجهات النظر المعنية بتغير المناخ على المستوى الوطني وخارجه، لا سيما ما يتعلق باهتمامات قطاعات رئيسية تشمل ذوي الإعاقة والمجتمعات المحلية والسكان الأصليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمزارعين والعمال ومؤسسات الحكم المحلي والباحثين والأكاديميين. وبطبيعة الحال تأتي المرأة والشباب المنتمية لهذه القطاعات على رأس اهتمام القطاع الحكومي والبرلماني. ومن هنا فإن المؤتمر العالمي لشباب البرلمانيين بتركيزه على مسألة تغير المناخ يتيح فرصة متميزة لتبادل الآراء حول العديد من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة، ومن بينها أفضل الممارسات البرلمانية تجاه أجندات العمل المناخي ومتابعة تنفيذ الإسهامات المحددة وطنياً وحشد التمويل بما في ذلك عبر التعاون والشراكات الدولية، وكذا أداء الدور الرقابي الرئيسي للبرلمانات تجاه التزام كل من دولنا باستحقاقات الأجندة المناخية العالمية ودفعها نحو المزيد من العمل والطموح على كافة المسارات. وهنا تجدر الإشارة إلى الدور التقدمي والفعال الذي يقوم به مجلس النواب المصري بالتنسيق مع الحكومة المصرية لبلورة وإصدار تشريعات من شأنها التعاطي بشكل أفضل مع قضايا البيئة وتغير المناخ. أصحاب المعالي السيدات والسادة، أختتم هذه الكلمة بالإعراب عن التقدير الكبير لدور البرلمانيين وخاصة شباب البرلمانيين تجاه القضية المناخية، مروراً بمؤتمر اليوم وما سيصدر عنه من استخلاصات قيمة، وأعرب كذلك عن تطلع مصر ورئاستها للمؤتمر نحو المزيد من الجهد والإسهامات البناءة التي تصب في إنجاح مؤتمر تغير المناخ 27 بشرم الشيخ بما ينعكس إيجابياً على حياة الشعوب ومستقبلها. وشكراً. شكراً سيادة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية. والآن السيدات والسادة، نرحب بالسيد الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لشؤون المتابعة نيابة عن وزير التخطيط دكتور هالة سعيد لإلقاء كلمته، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على حضراتكم جميعا. معالي السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، السادة ممثلو الاتحاد البرلماني الدولي، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني في البداية أن أعبر عن خالص سعادتي لمشاركتي نيابة عن السيدة الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب الذي يستضيفه مجلس النواب ويعقد برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية. السيدات والسادة الحضور الكريم، يأتي انعقاد هذا المؤتمر بموضوعه الرئيسي النواب الشباب من أجل العمل المناخي في وقت يزداد فيه إدراك كافة دول العالم ومنها مصر لخطورة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها السلبية على كافة الأصعدة وخاصة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة والصحة والأمن الغذائي، مما يحول دون استفادة شعوب الدول النامية على وجه الخصوص من جهود التنمية على الوجه الأمثل، خصوصاً مع زيادة التحديات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية. ومنذ أكثر من 6 سنوات استشعرت مصر مبكراً بهذه المخاطر، فأطلقت مصر استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتكون الإطار المنظم لمنظومة التخطيط في مصر على المديين المتوسط وقصير المدى، وبحيث تكون الضمانة الأكيدة لدمج أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مترابط ومتكامل. وأصبح منذ ذلك الوقت يوجد لمصر رؤية مفادها أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام بيئي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لترتقي بجودة حياة المصريين وتحقق التنمية المستدامة. فعلى صعيد البعد الاقتصادي قامت الدولة المصرية بتنفيذ برنامجاً طموحاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما أطلقت أيضاً برنامج للإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، والذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها من خلال تبني المعايير البيئية. وعلى الصعيد الاجتماعي تبنت مصر حزمة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، أهمها برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4 مليون أسرة مصرية، وبرنامج دعم الغذاء والمشروع القومي للأسرة المصرية الذي يستهدف الارتقاء بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، فضلاً عن إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع، وهو الذي يعد الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطاراً متكاملاً وقابلاً للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية في الخطط والبرامج التنموية. السيدات والسادة الحضور الكريم، نظراً لاهتمام الدولة بالبعد البيئي كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، تستهدف رؤية مصر 2030 أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية وفي كافة أهداف التنمية المستدامة العالمية 17. ومن هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية عام 2021 تحت عنوان الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقوم بتقدير خطتها الاستثمارية، حيث وضعت الدولة هدفاً استراتيجياً
يتمثل في زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من الاستثمارات العامة في عام 2021 إلى 30% عام 21-22 ثم 40% عام 22-23 لتصل بحلول عام 25 إلى 50%. وفي هذا السياق تبنت الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الخضراء التي تتوزع على القطاعات التنموية المتنوعة. ففي قطاع الزراعة والري بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي يستهدف تبطين ترع بأطوال 20,000 كيلومتر بهدف ترشيد استهلاك المياه بحوالي 10%، ومشروع الري الحديث الذي يهدف لترشيد استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 40%، ومشروع حماية الشواطئ المصرية الذي يستهدف حماية شواطئ بأطوال 500 كيلومتر، تم الانتهاء من 210 كيلومتر وجاري العمل في تطوير 50 كيلومتر، فضلاً عن استهداف مضاعفة نسبة مساحة الزراعة العضوية لتصل 7%. كما قامت مصر بإطلاق استراتيجية الموارد المائية بهدف تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، من بين محاورها الاستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تحديد المناطق المعرضة لخطر الغمر وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لها، والحفاظ على نظم الحماية الطبيعية ضد ارتفاع منسوب سطح البحر، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة المرتفعة والملوحة والجفاف. وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بدأت الحكومة في تنفيذ استراتيجية طموحة لتحلية مياه البحر بتكلفة تتجاوز 134 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2050، والتوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي خاصة الثنائية والثلاثية. وقد تم في هذا السياق مضاعفة طاقة هذه المحطات خلال الأربع سنوات الماضية. وفي قطاع الطاقة، وطبقاً لما هو محدد في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، فقد وضعت الحكومة المصرية أهدافاً للطاقة المتجددة بحيث ترتفع نسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2035. لذا قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات، يذكر منها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي شارك في تنفيذه 32 مستثمر دولي ومحلي في بناء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم وبقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، وأسهم هذا المشروع في توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة خلال تنفيذ المشروع وبعد تشغيله. وفي قطاع النقل بدأت الحكومة في إنشاء وتطوير 87 محطة ضمن شبكة مترو الأنفاق بأطوال حوالي 113 كيلومتر، وإنشاء 72 محطة ضمن شبكة القطارات السريعة والجرو الكهربائي بأطوال أكثر من 2000 كيلومتر، وكهرباء إشارات السكك الحديدية بأطوال 2500 كيلومتر. وفي ذات السياق أطلقت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، مما جعلها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار هذا النوع من السندات، وذلك لتمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي. السيدات والسادة الحضور الكريم، تدرك مصر جيداً أنها من أكبر الدول عرضة لأثار التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل الدول المتسببة في التلوث على المستوى العالمي. لذا فقد اتخذت خطوات جادة وطموحة في مواجهة تغير المناخ، لعل من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تبلغ تكلفة تنفيذها 235 مليار دولار، تخص برامج التخفيف منها 65% والنسبة المتبقية
لبرامج التكيف. كما أقرت الحكومة المصرية مؤخراً مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الخضراء، ومنها إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة مثل محطات الشحن الكهربائي وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات. كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص مؤخراً ائتلاف شركاء التحول الأخضر الذي يضم أبرز شركاء القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة والنقل وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات والتمويل المستدام والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبنى التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية. وينبغي هنا الإشارة إلى الجهود التي يقوم بها صندوق مصر السيادي في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء، من بينها إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه. وفي إطار تنفيذ الدولة المصرية لأضخم مشروع قومي تشهده الدولة المصرية ومن أكبر المشاريع القومية على مستوى العالم، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، تتبنى الحكومة المصرية نموذج القرية الخضراء، وتستهدف أن يكون النموذج المصري في تنمية الريف نموذجاً رائداً على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الموجهة لمشروع حياة كريمة في مرحلته الأولى التي تستهدف حوالي 17 مليون مواطن وتحسين جودة حياة كل هؤلاء المصريين في عام واحد، تبلغ هذه النسبة حوالي 30% من جملة الاستثمارات. ومن بين أهم المشروعات على سبيل المثال جاري العمل في تبطين وتأهيل ترع بأطوال 3200 كيلومتر، وإنشاء 174 محطة معالجة صرف صحي، وإنشاء 326 محطة مياه، وخدمة 1.2 مليون مبنى بشبكة الألياف الضوئية والإنترنت فائق السرعة، وخدمة 4.1 مليون مبنى بالغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، وغيرها من المستهدفات. كما تؤكد الحكومة المصرية على أهمية مراعاة معايير البناء الأخضر في كافة المباني والمنشآت الحكومية. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن كل هذه الجهود الدؤوبة تعكس حرص الدولة المصرية على مراعاة معايير الاستدامة البيئية ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية ليكون لها السبق في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون بين الأضلع الثلاثي الأساسية لشركاء التنمية، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وفي ختام كلمتي دعوني أتوجه مجدداً بخالص الشكر والتقدير لمعالي السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والحضور الكريم، ولكافة القائمين على الإعداد والتنظيم الرائع لهذا المؤتمر، كما أعرب عن خالص تمنياتي لحضراتكم جميعاً بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات والسادة الحضور، شكراً جزيلاً. بدعو حضراتكم الآن لاستراحة قصيرة ونواصل من بعدها فعاليات هذا اليوم. شكراً.
أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري، وكنا منذ قليل نتابع مع حضراتكم فعاليات وانطلاق اليوم الأول للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي ينطلق في مدينة شرم الشيخ بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المؤتمر مشاهدينا الكرام يعقد في مدينة شرم الشيخ كما ذكرت على مدار يومين بمشاركة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري والسيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. يشهد هذا المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلاً عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المناخ، هي القضية العالمية الملحة، لكن هذه المرة من وجهة نظر برلمانية شبابية، وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الأمر يبرهن بالتأكيد على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ وتداعياتها السلبية المهددة لمقدرات العالم بأسره. يعقد هذا المؤتمر بواقع 4 جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، وهو ما يشكل حالة حوارية فريدة تجاه قضية تغير المناخ بكافة أبعادها ومستوياتها، وذلك بوصفها القضية الأبرز عالميا والأكثر تهديدا كوكب الأرض ولموارده ولمقدراته أيضا. تشتمل أيضا الموضوعات الخاصة بهذا المؤتمر على حالة تغير المناخ وأيضا على تأثيرها على حقوق الإنسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ، والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المناخ. إذن هناك الكثير من القضايا الملحة التي تمت مناقشتها في هذه طبعا الجزء الأول والفعاليات الأولى من هذا المؤتمر، المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي، النواب الشباب من أجل العمل المناخي. دائما مصر حريصة على مشاركة الشباب وعلى استثمار هذه الطاقة المتجددة، هذه الطاقة المهمة في المجتمع المصري. دائما مصر حريصة على استثمار الرؤى الخاصة بالشباب وتنفيذها على أرض الواقع من خلال كافة أوجه المشاركة وفي جميع المجالات المجتمعية، وذلك لأن الشباب دائما هم الطاقة والحافز الذي يمكن من خلاله استثمار هذه الطاقات وأيضا الوصول إلى فرص مهمة، فرص جديدة، وفرص أيضا لتشغيل الشباب وفرص لاستثمار الطاقات الخاصة بهم. إذن هذا الحدث يمثل المرة الأولى عالميا التي تنظم فيها دولة تستضيف دورة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، مؤتمرا برلمانيا منفصلا حول قضية تغير المناخ. هذه القضية العالمية
العالمية الملحة التي تشغل الرأي العام العالمي بكافة تفاصيلها وبكافة مفرداتها، ولأنها تؤثر ليست فقط على النطاق المحلي ولكن أيضا على النطاق العالمي. الكل مهموم بقضية المناخ لأن تأثيراتها واحدة ولأن التأثير يشمل العالم بأسره. إذن مشاهدينا، هذه المشاهد التي نتابعها مع حضراتكم كانت منذ قليل وانطلاق لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري ودوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. هذا المؤتمر كما نرى يشهد مشاركة كثيفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة فضلا عن وفود المنظمات الدولية المختلفة، ويتناول العديد من القضايا، لكن من أهم هذه القضايا وهي القضية الأبرز والقضية الرئيسية ألا وهي قضية تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية. كما ذكرت لحضراتكم، الشباب دائما يحمل أفكارا جديدة، يحمل رؤى وتنفيذ أيضا مختلف على أرض الواقع. الدولة المصرية دائما وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يحرص على مشاركة الشباب في كل الفعاليات، والشباب بالتأكيد يمثلون نسبة مهمة في مجلس النواب المصري وأيضا مجلس الشيوخ، وبالتالي هذه المشاركة الشبابية في مثل هذه المؤتمرات وفي غيرها دائما تأتي مشاركة فعالة، مشاركة تأتي بالجديد من حيث الطرح، من حيث الفعاليات، وأيضا من حيث التنفيذ. إذن هذه الدورة مشاهدينا الكرام دورة ثامنة للاتحاد أو المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي النواب الشباب من أجل العمل المناخي، وهذه القضية هي الأبرز التي يناقشها المؤتمر هذه الدورة باعتبارها طبعا قضية مهمة، قضية ملحة تشغل الرأي العام العالمي. أيضا هذا يبرهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ وتداعياتها السلبية المهددة لمقدرات العالم بأسره. إذن مشاهدينا الكرام، هذا المؤتمر بيعقد على مدار يومين بواقع 4 جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وأيضا ممثلي المنظمات المجتمع المدني وأيضا الخبراء، وسنشاهد كل الفعاليات ونتابع بدقة وبتفاصيل هذا المؤتمر ما سيتم استخلاصه من خلال الشباب المشاركين البرلمانيين الشباب الدوليين في هذا المؤتمر بالقضية المهمة والملحة والأبرز، قضية المناخ.
فاكرين فيروس كورونا اللي العالم عاش بسببه في حالة رعب؟ تباعد اجتماعي، لقاحات وأدوية، البشرية كلها كان هدفها البقاء، بقاء على أرض مهددة بالفناء. والنهاردة بعد تجاوز أزمة كورونا نسينا الخطر ورجعوا البشر لنفس التصرفات. نسبة الغازات زادت لأعلى درجتها من 4 مليون سنة، درجة الحرارة زادت بنسبة 85% درجة، أعلى من متوسط القرن اللي فات. ولو الوضع فضل زي ما هو، ارتفاع الحرارة هيوصل ل 3.2 درجة في 2050، وده بيهدد باختفاء 18% من الاقتصاد الأساسي العالمي. ووقتها مش هيبقى في حل يعوض الخسائر دي كلها. علشان كده النهاردة بنسأل إيه الحل؟ الحلول إننا بدأنا نتبع مبدأ المسؤولية المشتركة، بمعنى إن الدول المتقدمة تقدر تدعم الدول النامية، وده المبدأ اللي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قضية تغير المناخ. وفي 2015 اتفاقية باريس للمناخ حطت خطة طويلة الأمد تستمر لحد ما نخلي الوضع في 2050 مختلف عن التوقعات. تغيير تكنولوجي والتحول إلى الطاقة النظيفة وزيادة المساحات الزراعية. وفي مؤتمر جلاسكو للمناخ 2021 ظهر التكاتف بين كل دول العالم عن طريق تقديم استراتيجيات وطنية في مختلف الدول لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومصر كانت من أوائل الدول اللي أخذت الخطوة فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لمواكبة التوجه العالمي لتغير المناخ، واللي ليها 5 محاور رئيسية: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ. التكيف مع التغيرات المناخية المختلفة بأولوية لمصر، وده لأن تغير المناخ بيأثر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية وبيؤدي لنتائج سلبية زي ارتفاع مستوى البحر والتصحر. وعلشان كده الاستراتيجية المصرية للتنمية حددت أهداف واضحة زي التخلص التدريجي من الوقود الحفري بكل أنواعه، وكمان ترشيد استخدامات المياه، وكمان الانضمام لعدد من المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات. الخطوات السريعة دي أهلت مصر إنها تكون الدولة المنظمة لمؤتمر المناخ 27 لعام 2022 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وده بسبب اتخاذها خطوات واقعية لإيجاد حل لأزمة المناخ زي الاتجاه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وامتلاكها لأكبر مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، واللي بيأهل مصر علشان تكون واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج الطاقة النظيفة. ومصر كمان بتنظم المؤتمر البرلماني اللي بيناقش قضية تغير المناخ بشكل مفصل، وبيعتمد في ده على تمكين رؤية الشباب اللي بنأمن لهم مستقبل مناخي مختلف، وده مجرد جزء من الرؤية المصرية الشاملة. الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي موجود على الأرض اللي ممكن يدمر بس ممكن كمان يصلح. معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب المعالي البرلمانيين الشباب، السيدات والسادة الحضور، أود في مستهل النسخة 8 من المؤتمر العالمي البرلمانيين الشباب أن أعرب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء البرلمان المصري والشعب المصري عن ترحيبنا بكم في مدينة السلام شرم الشيخ
بأرض السلام مصر، حيث نعتز باستضافتنا لأعمال هذا المحفل البرلماني العالمي المرموق، والذي يمثل بحق محفل صناعة المستقبل. فأنتم نواب البرلمانات، الشباب صناع قرار الغد وحاملي لواء العمل البرلماني العالمي، والأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات. الحضور الكريم، إن أهمية انعقاد أعمال هذا المؤتمر تأتي من فداحة التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وتؤثر على مستقبله، والتي تحتم علينا إشراك الشباب، خاصة شباب البرلمانيين، عبر إيجاد آلات تفاعلية وحوار مستدام بينهم، حيث لم يعد تمكين الشباب قضية اختيارية، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها مقتضيات الواقع العالمي وتحدياته. ولعل ما يمر به العالم هو ما مثل الحافز الرئيسي الذي جعل مجلس النواب المصري حريصاً على استضافة أعمال هذا المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يأتي في إطار الرؤية المصرية الطموحة تجاه ضرورة تمكين الشباب في مختلف دوائر ومستويات صنع القرار. وهو ما انعكس على مستويات تمثيل الشباب المصري في دوائر صنع القرار التنفيذية والتشريعية، إيماناً من الدولة المصرية بأن هناك ضرورة ملحة وقصوى لإتاحة الفرصة للشباب للاشتباك والتعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا والتحديات على الأصعدة الوطنية والعالمية، مما جعل مصر تحرص كل الحرص على تدشين المحافل الشبابية العالمية مثل منتدى شباب العالم، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في كل عام، انطلاقاً من الرؤية المصرية التي تستند على أن تلك المحافل والمنصات العالمية إنما تمثل أيضاً أرضاً خصبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية. السيدات والسادة الحضور، تفرض قضية تغير المناخ نفسها بقوة على الساحة العالمية بوصفها تحدياً استثنائياً وخطيراً متعدد الأبعاد والتداعيات السلبية. فالآن لا صوت يعلو فوق صوت إنقاذ كوكبنا من ذلك الخطر المحدق، والذي يشكل بحق تحدياً وجودياً يهدد حاضرنا ومستقبلنا، وهما يحتم علينا التصدي السريع والحاسم لتلك الظاهرة التي أضحت مواجهتها ضرورة إلزامية تفرضها تداعياتها البالغة السوء على أرجاء عالمنا بأسره، والذي يتعين علينا جميعاً التكاتف والتحلي بالمسؤولية لمكافحته بما يترتب عليه من ضغوط على النظام الأيكولوجي تسببت في آثار كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية، والتي بدورها أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فضلاً عن زيادة موجات النزوح جراء تلك التداعيات الجسيمة لظاهرة تغير المناخ. وهما يحتم على المجتمع الدولي بذل جهود حثيثة والتحلي بإرادة جادة وصادقة لمجابهة تلك الظاهرة عبر الحد من الانبعاثات
باعتباره هدفاً عالمياً من أجل إنقاذ العالم من أخطار تغير المناخ. الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء، لقد وضعت الدولة المصرية نصب أعينها اهتماماً خاصاً بقضية تغير المناخ باعتباره خطراً عالمياً محدقاً، مما جعل الخطاب المصري تجاه تلك الظاهرة في مختلف المحافل العالمية يرتكز بالأساس على إرساء مبدأ المسؤولية المشتركة لدول العالم في إنقاذ كوكب الأرض. فحرصت الدولة المصرية على مراعاة قضية تغير المناخ عند وضع سياساتها على كافة الأصعدة والمستويات، عبر رؤية وطنية شاملة تمثلت في إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تسعى لتحقيق أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة وتعظيم كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في هذا المجال. وعلى الصعيد الدولي، حرصت مصر على الانخراط في الجهود الدولية والتي تستهدف مجابهة التغيرات المناخية، حيث ترتكز الرؤية المصرية في هذا الإطار على المسؤولية المشتركة لكافة الدول في مواجهة آثار التغيرات المناخية والسعي للحد منها والتكيف معها. مع تفاوت الأعباء المترتبة على ذلك بين الدول المتقدمة والدول النامية، كما يأتي استضافة مصر لأعمال هذا المؤتمر ووضعها قضية تغير المناخ على جدول أعماله، والذي يأتي قبل أشهر من استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ليبرهن على حرص مجلس النواب المصري على بلورة جهود برلمانية عالمية في مواجهة تلك الظاهرة للضغط على الحكومات من أجل تسريع وتيرة المواجهة النوعية والجادة لتلك الظاهرة الخطيرة، وهو ما يرسل رسالة مصرية واضحة لا لبس فيها أن هناك ضرورة ملحة وقصوى لمواجهة تلك الظاهرة العالمية على كافة الأصعدة والمستويات التنفيذية والتشريعية من أجل إنقاذ عالمنا من الأخطار الجسيمة التي تشكلها التداعيات السلبية لتلك الظاهرة. السيدات والسادة الحضور، في الختام فإنني أدعوكم جميعاً، وأنتم أمل العالم وأنتم صفوة شبابه، أدعوكم إلى التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة وغيرها من التحديات التي يشهدها عالمنا المعاصر. فشعوبكم التي آمنت بكم وجعلتكم منبراً لها وصوتاً مدافعاً عن حقوقها تنتظر منكم الكثير، فكونوا على قدر تلك الأمانة العظيمة واحملوا آمال شعوبكم وخففوا عنهم آلامهم، فأنتم قادة المستقبل وصناع قراره. وإذ أتمنى لأعمال المؤتمر كل التوفيق والسداد،
ولشعوبنا جميعا الأمان والسلام والرخاء. أشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع.